موجز الأنباء، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384 شهيد. وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها كشفت عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042. أما في الضفة الغربية فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 55، في حين تجاوز عدد الجرحى 1100 جريح. استشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، فيما أصيب آخرون في غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل، ضمنهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة آخرين في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال بقصفها بصاروخ منزلا لعائلة دردونة في جباليا شمالي قطاع غزة. كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، تركزت شمالي بلدة بيت لاهية. المصدر ذاته لفت إلى أن طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية قصفت منزلا في منطقة المشتل بمحيط أبراج الفيروز غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى ضمنهم أطفال. وقصفت مدفعية الاحتلال شققا سكنية في أبراج تيكا التركية في منطقة جحر الديك بجنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن أكثر من مليون مواطن في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاذ المياه بالقطاع بفعل القيود الصهيونية. وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أن المياه النظيفة تنفذ من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات المياه العامة. كما قال مفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت، وبات من الضروري إيصال الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص. وصفت منظمة الصحة العالمية الأحد أوامر الاحتلال الصهيوني بإخلاء مستشفيات في قطاع غزة بكونها حكما بالموت على المرضى والجرحى. وأدانت المنظمة الأممية ضغوط الاحتلال لإخلاء 22 مستشفى في القطاع تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة. ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس سلطات الاحتلال إلى التراجع عن القرار، معتبرا أن نقل المرضى سيعرض حياتهم للخطر المباشر وكذلك حياة العاملين الصحيين. أكدت منظمة العفو الدولية استخدام قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها على قطاع غزة المكتظ بالمدنيين. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد إن مختبر أدلة الأزمات لديها أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الصهيونية قذائف الفوسفور الأبيض في قصفها على قطاع غزة. وأضافت أن مقاطع الفيديو والصور التي تم التحقق منها تظهر قذائف مدفعية تحمل اسم مواد محظورة دولية برموز تعريف وزارة الدفاع الأمريكية للقذائف المستندة إلى الفوسفور الأبيض. نهاية هذا الموجز، شكرا لكم. تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة. إلى اللقاء.